السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كنقترح لكم هاد لي كوتليت اللي مشويين اللي بتتبيله رائعه. اللي بغى يعرف الوصفه يتبعني المطبخ باش يشوف المقادير، الطريقه كيفاش غندير ليها حتى النهايه ان شاء الله. السلام عليكم، اليوم غندير له ان شاء الله كوتلي بواحد الماريناد. بسم الله نبداو على بركه الله. دابا هاد الماريناد للكوتليت اللي عندنا فيها، تاخذوا قياس اللحم اللي بغيتو ديال الكوتليت. عندنا ربع كاس ديال زيت بلديه، عندنا واحد الحامضه اللي غناخذوا العصير ديالها والقشره ديالها، عندنا 4 فصوص ديال الثوم، الملحه، البزار، وسميتو اعشاب منسمه. اللي بغى يدير غير الزعتر والزيت يديرو. غادي نطحنوا هادشي كلشي وغنقدو فيه هاد لي كوتليت واحد الساعه بعد المكان عاد نشويوهم. ها هي طحنتها، شوف كيفاش كتجي. نديرها فهاد البول، وغادي نقدو فيه هاد لي كوت، نديرو في الثلاجه واحد الساعه بعد المكان عاد نشويوهم. ندوزو دابا باش نوريكم الخضر المرافقه ان شاء الله. سلقت الخضره، درت اللوبيا، البطاطا، خيزو، المهم انا خلطتهم باش ندير كل وحده بوحده. عندي هنايا في هذه المقله درت الربع مخلطه، قطع رقيق، واحد الدرس ديال الثومه، عندي الملح، البزار، الكمون، التحميره بالزايد، وعندي الزيت البلديه، وعندي الخل. غندير ندير هادي فوق البوطه، ندير فيها شويه الزيت بلديه ونخليها حتى تقلى، ونزيد فيها الخل باش نحمضها، عاد نرمي الخضر عليها. غتشحرات شويه، غادي نزيد الخل واحد ملعقه كبيره، ندير الخضر ديالي. نتلقاو ونشوفو الشكل ديالها. ها هي مسقتها العطريه كيفاش كتكون. عندي هاد اللعيبات كنديرهم في هاد الشوايه هنا كيتخشاو، غنستغل الفرصه غندير فيهم هاد المطيشه. غادي ندير ليها زيت العود، واحد الفيلي تاع زيت العود، نرشها بليزيغ دو بروفانس ولا بالزعتر اللي عندكم، حتى الثومه غبره اللي عندكم ديروها ومليحه بحال هكا، ونديرهم يتشواو. ملي غادي نحط ني حتى الكوتليت تا هو يتشوا، غنديرهم تا هما يتشوا. ها الكوتليت ديالنا هو كيتشوا بعد ما رقدتو واحد اكثر من ساعه، ما نقولش لكم الريحه اللي طالعه منه كتشهي ديال الاعشاب. انا غادي نشويه ونتلاقى ان شاء الله في الطبق النهائي. هذا هو الطبق النهائي ديال الكوتليت ديالنا، كنتمنى يروقكم ويعجبكم، وما تنساوش تخليو التعليق ديالكم، الا عجبكم ولا عجبتكم الوصفه ديروا لايك وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم.